السلام عليكم. الست سمية اللي كانت عندها بنتها الصغيرة اللي اسمها ساندي، البنت اللي أثرت في محافظة الجيزة كلها، مركز الصف تحديدا، البنت اللي عندها 8 سنين اللي بتساعد دايما أخوها اللي عنده مرض التوحد، الست سمية اللي كانت كل الناس بيحسدوها على جمال بنتها ساندي الصغيرة، اللي كانوا بيقولوا ساندي أكبر من سنها بمراحل كتيرة قوي. الست سمية ربنا يصبرها، وربنا يصبر جوزها ويصبر الأهل على فراق بنتهم الصغيرة اللي عندها 8 سنين، اللي اتقتلت غصب عنها، اللي اتقتلت من واحدة المفروض أمها التانية السلفة، اللي متجوزة أخو جوزها تحديدا. الموضوع هيبتدي بغيرة لما كل الناس بيحبوا البنت الصغيرة ساندي عن أي حد تاني، أو الاعتقاد اللي كان سائد في الوقت ده للست دي هو ده. الست سمية نزلت عشان تحضر الأكل لحماتها في الدور الأول، نزلت تحضر الأكل، بنتها الصغيرة ساندي كانت معاها، كانت بتلعب قدامها. ماما أنا هطلع ألعب مع ولاد عمي فوق على السطوح، اطلعي يا حبيبتي. ساندي طلعت ما نزلتش، طلعت السلفة أو مرات عمها أخدتها على طول، آسف مرات أخو جوزها خدتها، تعالي يا حبيبتي كلي الكيكة اللي عندي في البيت. الطفلة الصغيرة طبعا بتحب الست دي جدا، دخلت لها هتاكل كيكة، أول ما شافتها مسكت الفوطة وحطتها على بقها وموتتها، خنقتها عدمتها، قررت ان هي تنهي على حياتها، قررت تنهي اسطورة ساندي اللي الناس كلها بيحبوها، اللي الناس كلها بيحبوا ساندي عن بنتهم التانيين او ولادها التانيين. سمية طلعت علشان تسأل فين ساندي، الكل جاوبها محدش شاف ساندي ولا طلعت فوق، ولاد عمها محدش يطنت شافها خالص النهاردة، ما طلعتش خالص. سألت سلفتها ساندي ما جاتش عندك؟ قالت لها انا قاعدة جوه بعمل الاكل، لا شفتها ولا حد شافها. ونزلوا يدوروا كلهم على ساندي، السلفة اللي شقت هدومها وهي بتدور على ساندي معاهم، كانت بتجري في الشوارع كلها يا بنتي يا حرقة قلبي انت فين، وكل دي كانت دموع تماسيح كانت بتطلعها في الوقت ده. المهم ما لقوش ساندي لغاية وقت متأخر، واحد من الجيران جاي يطلع بالصدفة من بيته اتكعبل في جوال او شوال محطوط قدام بيته، علشان يكتشف جوه الشوال ده رجلين صغيرة طلع، ويصرخ لأهل البلد الحقوا البنت هنا. اول من وصل كان عمها اللي مسك رجليها وقعد يبوس فيها ويقول لها يا بنتي مين اللي عمل فيك حاجة زي كده، ومراته اللي كانت عمالة تصرخ وتصوت وتعيط قدام الناس كلها. في لحظة معينة الناس كلهم حسوا ان الست دي امها مش سلفتهم. المهم رئيس المباحث بدأ في التحريات على طول، فريق البحث الجنائي بدأ الشغل بتاعه في اول لحظة على طول، كاميرات المراقبة اللي جابت كل الموضوع واللي أكدت إن الست دي عملت حاجة زي كده، واللي أكدت إن البنت الصغيرة ما طلعتش من البيت أصلا في الوقت ده. المباحث ضيقت الخناقة على السلفة اللي اعترفت وقالت كل حاجة، وقالت أنا عملت كيت وكيت وكيت، عملت كل الحاجات دي كلها علشان أنا حاسة إن البنت الصغيرة حماتي بتحبها عن بقية أولادي. الغل والغيرة والحقد طلع جواها وطلع براها على البنت الصغيرة اللي عندها 8 سنين، بنت صغيرة لا حول ولا قوة. المحكمة ادت الست 25 سنة، ادتها مؤبد، حكم ما شفاش صدور بعض الأفراد، ولكن هو حكم قاسي، يعني ميتة جوه السجن، يعني بتموت بالبطيء، ولكن
الاهل والام والاب كانوا كلهم بيتمنوا ان الست دي او السلفة دي تاخد اعدام. اغلبية الحلقات اللي احنا سجلناها في برامجنا كلها كانت دايما بتدور حوالين القرايب والاعمام والخلان والمعارف والسواقين والناس اللي بتشتغل عندهم، يعني كله عارف كله. علشان كده من بعد موضوع ساندي بنقول لكم يا ريت الحذر، حرص ولا تخون، يعني ادي الامان للناس ولكن ما تدهوش بنسبة 1000000%، وما تحطش الامل في حد بنسبة عالية، الامل في ربنا فقط لا غير. ساندي اللي خلت الدنيا كلها تبكي عليها واصبحت ايقونة لعصافير الجنة، بنت صغيرة اتظلمت بسبب الغل والغيرة والحقد من ست كبيرة وتعتبر واحدة كانت مربيها، فقط علشان الحما كانت بتحب الطفلة دي شوية عن الباقيين. ولكن الحاجة دي مش حقيقية، الحما كانت بتحب ولاد ولادها كلهم زي بعض. ساندي الام زي ما قلنا كانت بتقول بنتي كانت بترعى ابني الصغير اللي هو عنده مرض التوحد، وكانت بتاخده المدرسة وتمسكه من ايديه وتوديه في كل مكان وما بتسيبوش من ايديها، ما اعرفش من بعدها انا هقدر اعمل معاه ايه. رحمة الله عليها ورحمة الله على كل بنت صغيرة وكل طفل صغير اتقتل بالطريقة دي، بالغدر عن طريق قرايبه او بالطريق المعارف للناس اللي هو يعرفه. ربنا يصبر ام ساندي اللي لغاية النهاردة من وقت الحادثة لغاية النهاردة مش مصدقة نفسها، ماسكة صورتها وحضنها لغاية اللحظة اللي احنا فيها. الاب اللي بيمشي تايه في الشوارع بسبب الموضوع ده، الجدة، القرايب اللي كلهم متدمرين بسبب وفاة البنت ساندي عصفورة الجنة. رحمة الله عليها، يا ريت تدعو لها بالرحمة وان ربنا يصبر اهلها على فراقها ويكرم اخوها اللي عنده مرض التوحد وحد تاني يحبه اكتر من ساندي بمليون الف مرة. ربنا رحيم ولكن اختار الاسرة دي علشان كلمة الصبر تدرس بالنسبة لهم. ربنا يصبركم وربنا يرحمها وربنا يجعلها ان انتوا بيها تخشوا الجنة. رحمة الله على ساندي وربنا يصبر امها واهلها وكل محبنا، والحكم كان في الموضوع ده مؤبد للست دي. السلام عليكم.